وصفة سهلة وسريعة وصحية، مهمة في الصيف وكذلك مهمة خلال الأعياد والمناسبات. تساعد مرضى السكري من النوع الأول والثاني، تنظم ضغط الدم وكذلك تساعد في خفض الوزن، ولها علاقة كبيرة بالتخلص من مقاومة الأنسولين والإحساس بالجوع. الكل يبحث عن هذه الوصفات السهلة والاقتصادية وسريعة التحضير وكذلك اللذيذة في المذاق. نبدأ على بركة الله. أول مكون هنا سنستعمل هو الباذنجان، وسنتعرف على فوائده العدة والتي لا تعد ولا تحصى. ومن هذه الحلقة ستحب أكل الباذنجان لأنه مضاد للالتهابات، كما أنه يخلص الجسم من المعادن السامة مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص، ويحمي كذلك الأغشية ويعمل على حماية كافية للخلايا فيحميها من التلف والتعرض لأي تغيرات جينية. مفيد لصحة المخ ويساعد على أغشية الدماغ، وكذلك يحمي من مشكل الزهايمر والباركنسون. كذلك يساعد في امتصاص الجسم للحديد ويساعد بسهولة على التخلص من الكوليسترول والدهون الثلاثية. ينظف الكبد ويقوي الجهاز المناعي، وكذلك يساعد على السيطرة على مستوى الجليكوز في الدم، مما يعد نافع لمرضى السكري بشكل كبير ويمنع بشكل كبير ارتفاع مستويات السكر. نقوم بأخذه وتقطيعه بهذا الشكل إلى قطع رقيقة، وهو يخلص من الدهون التي تكون متراكمة في البطن أو الكرش، ومخفف للأوزان لأنه قليل السعرات الحرارية، نافع للدايت والريجيم، ويسيطر بشكل كبير على السيطرة على لاتونسيون أو ضغط الدم، وينظف شرايين القلب. هنا سنأخذ حبة ثانية، نقوم بتقطيعها بهذا الشكل. ولمن يعانون من مشكل كوليسترول سيء أو يخافون من مرض النقرس نتيجة أكل اللحوم، ننصحكم باستعمال هذه الوصفات خاصة في فترة الدايت أو الرجيم، وتعتبر من بين الوصفات التي ممكن أخذها في نزهة للبحر، وكذلك وصفة للغداء أو العشاء بدون لحوم بدون كثرة المصاريف. ونعلم أننا نحن على فترة الصيف التي تحتاج منا مجهود وتحتاج منا مبالغ مادية باهظة للنزهة وللاستمتاع. الحمد لله أعتذر بالعطلة الصيفية، لهذا نحاول استعمال وصفات اقتصادية سريعة التحضير وكذلك صحية ولذيذة. هنا غادي ندوز للمرحلة الموالية. أنا شخصيا أحب بكثرة الفلفل بأشكاله الأصفر الأخضر الأحمر، أنه غني بالفيتامين أ، الشيء الذي يقوي النظر، كذلك صالح لمرضى السكري والكوليسترول، وينفع بشكل سحري وشكل رهيب لمن يعانون من مشكل ضعف المناعة. لهذا ننصحكم باستعماله وأخذه خاصة خلال فترة الشتاء، بحيث هذه الوصفات ليست صالحة فقط للصيف، إنما جد مهمة حتى في الشتاء، لأن الفلفل كما نعلم يعمل على تقوية الجسم ويجعلك تحس بالشبع، الشيء الذي لا يجعلك تأكل الكثير من النشويات أو الخبز مع الأكلة أو الطبق. فوالا كيف شفتوا معايا. هنا نعود نديرو
إناء زجاجي، وبعد ذلك ما تنسوش أنه كيعزز لنا صحة القلب. راه الخضر اللي تتكون خفيفة هكا راه ما صالحش فقط غير الصيف، إنما كتعزز لنا حتى صحة القلب. غني بالفيتامينات المعادن، خاصة الفيتامين سي، الفيتامين بي 6 المهم للاستقلاب وكذلك للطاقة، الفيتامين ك المهم من أجل تخثر الدم وصحة العظام والكلي. لا ننسى أنه غني بالبوتاسيوم، النحاس، الفيتامين أ، وكذلك يعزز صحة العين ويحسن مظهر البشرة لأنه يساعد على مرونة البشرة بشكل كبير، يمنعها من الشيخوخة وكذلك يقيها من الأمراض. نضيف القليل من الملح ولا نكثر بالمرة، ولا ننسى أنه يحسن جودة الامتصاص وتنظيم عمل الأمعاء، كما يساعد على تسريع معدلات الأيض واستهلاك الطاقة في الجسم ويخلص من السمنة وإنقاص الوزن. أضيف الإبزار بكمية وفيرة ويقلل من آلام المفاصل، للإشارة أنه به مادة، وهي مادة مسؤولة على نقل إشارات الألم إلى الدماغ والجهاز العصبي، الشيء الذي يعطينا حتى شقيقة في حالة أي خلل في الجسم ديالنا. نضيف زيت زيتون ونقوم بخلط المكونات. بالنسبة للفلفل الأخضر يقي من قرحة المعدة وصالح لمرضى الجهاز الهضمي، وكما ذكرت وأعيد أنه مهم لنزلات البرد وكذلك يقوي المناعة ويخلص من التهاب الجيوب الأنفية. هنا كما تشاهدون معي أقوم بوضعه بهذا الشكل، وجد رائع لصحة الأوعية الدموية ويساعد بشكل كبير على تحسين صحة القلب. بعد ذلك سأقوم بإضافة فصوص من الثوم بكمية وفيرة، أنا هنا وضعت 4، ممكن إضافة أكثر. وفي هذه المرحلة سأمر وأخذ الخلطة التي استعملتها معكم البارحة والتي مهمة بشكل كبير لتقوية المناعة، أقوم بتصفيتها بهذا الشكل. سأترك لكم رابطها في صندوق الوصف أكيد عند مرحلة الأيض أو مرحلة الرجيم. أعتذر، نحتاج إلى أشياء تساعد بشكل كبير على الحرق وتكون لذيذة وفي نفس الوقت صحية. بعدما أدخلته للفرن، وأكيد كان يطهى مع الخبز بالشعير، حصلت عليه بهذا الشكل. ممكن أن أضيف إلى هذه الخضار البصل وكذلك القرح الذي يكون أخضر، وأضيف الفلفل بألوانه، لا أضيف الطماطم لأننا نحن في فترة الصيف وأكيد تتعفن بسرعة، لهذا ننصحكم باستعمال هذه الطريقة خاصة بالنسبة للمضافات والذين يريدون تحضير أكلهم الأسبوعي دون الطهي كل مرة، والتفكير في ماذا يمكنهم التحضير. انظروا معي إلى الشكل. بعد ذلك سأحتاج إلى فصوص الثوم، من الأفضل أن نأخذها بالحجم الكبير كي يسهل علينا استعمالها. فوالا،
أضعها فوالا. كتجي رائعة ولذيذة، ممكن انك تجيريها في الفطور، في الغداء، في العشاء، مع المخللات، خاصة في الفطسرة اللي تنكونوا باغيين شي حاجة اللي مرافقة الطبق ديالنا، وخاصة المشاوي، او لا مثلا غادي للبحر ما عارفينش اشنو غادي نديو. هاد الوصفة من بين اهم الوصفات اللي ممكن اننا نديوها معنا حتى للبحر او الغابة او النزهات، رائعة ولذيذة. هنا غادي ناخد، الا كنتي غادي ديريها في الفريغو ما تضيفيش هاد الخلطة، كنتي غديريها في الثلاجة ما تضيفيش هاد الخلطة، يعني احتفظي بها هكا كاين من الفران، ضيفي عليها غير زيت الزيتون فقط، وديريها وخوي عليها من الفوق زيت الزيتون باش ما تغمنش لك. الا كنتي غتستعمليها في نفس النهار ويلا كيف غتستعمليها هنا، هاد الخلطة اللي ديجا تقسمت معكم لها، نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. انا ضفتها كاملة لانها تجي توب دي توب دي توب دي توب دي توب، كتجي واعرة ومشبعة واقتصادية. الدنجرة دايرة 60 ريال صاحبتي، فوالا كيف كتشوفي معايا. فوالا من بعد ما خلطناها غادي نضيفو مكون اخر اللي غادي يعطيها مذاق. عرفتي راه كندوي معكم كنحضر معكم كندوق حيت طواعره. غادي نضيف الزعتر البلدي، انا دائما في الطياب ديالي في الوصفات ديالي ضروري من ندير الزعتر ولا زعتره، ضروري اعشاب عندي من بين اهم الاشياء. انا هنا شوف راه ضفت كميه وفيره ما شاء الله، نقوم بعمليه الخلط. شو وبصحه والراحه.